والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عندي تدخل بسيط فقط بعجالة، وهذا رأيي ما لمسته خلال هذه الفترة تاع المجلس الشعبي الولائي. لاحظت بأن هذا المدير المحترم يجول ويصول في كل المناطق، وخاصة مناطق الضرب، وأشهد له بذلك. وقلما نجد مديرا يتنقل بالشعاب والدواوير والمداشر، وما لاحظته أقوله أقوله بصدق، وهو أنه يعرف مناطق الظل وغير مناطق الظل، بقعة بقعة ودشرة دشرة، وهذا ما يعني نشكره عليه. المدير هذا لا يجلس في مكتبه ويتلقى التقارير، وإنما ينتقل إلى المناطق التي ذكرناها حتى يعرف الحقيقة. ونشكره مرة أخرى، وإن كان يعني لا شكر على واجب يؤديه. والسلام عليكم.